زي ما تعودنا بنبتدي أولى فقراتنا بالفقرة الإخبارية، ولكن في البداية حابين كلنا طبعا نطمن على حالة الطقس ونشوف الأجواء وأبرز التغيرات الجوية. خلوني في البداية أرحب دكتور علي قطب خبير الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. نور، أهلا بيك يا أستاذتي. دكتور علي، حابين نعرف الفترة الجاية هيكون الجو أخباره إيه، وإيه أهم الاحتياطات والتوصيات اللي ممكن يتخذها المواطنين؟ طيب، احنا في الفترة اللي بنشير إليها دائما وكل يوم مع قناة مصر الزراعية، ودي يعني تحديث لجميع المعلومات، ودي ميزة كبيرة جدا للقناة وللعاملين في هذه القناة. بالفعل في ارتفاع اليوم في درجات الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة ده بيدينا إحساس بالطقس المائل للحرارة خلال ساعات النهار في وقت الظهيرة تحديدا، لكن الطقس خلال فترات الليل ما زال يتسم بالبرودة، ولذلك احنا دائما بننصح بعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، اللهم إلا في نهاية هذا الشهر. النقطة الثانية، مع ارتفاع درجة الحرارة يوم غدا ستنخفض درجة الحرارة، وانخفاض من 4 إلى 5 درجات نتيجة تغير مصدر الهواء. احنا اليوم بنتأثر بهواء جنوبي غربي، هيبقى فيه نشاط للرياح، هيبقى مثير للأتربة في المنطقة الغربية أو قطاع غرب مصر تحديدا، وتتحول الرياح إلى شمالية غربية غدا، هتبقى قادمة من جنوب القارة الأوروبية، ودي مناطق بتبقى معتدلة في درجات الحرارة. هيبدأ ارتفاع درجة الحرارة ثاني مرة أخرى من يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، وخلال موجه مدتها 4 أيام تبلغ ذروتها يوم الاربعاء، تصل فيها درجه الحراره العظمى على القاهره 36 درجه وفي صعيد مصر الى 39 درجه. يعني في الصعيد طقس شديد الحراره وطقس حار بالنسبه لهذا الوقت من السنه في محافظات الشمال حتى القاهره العاصمه. ولكن بتنخفض ايضا في نهايه الاسبوع، يعني تلاحظ حضرتك انا بقول ارتفاع انخفاض ارتفاع انخفاض، فدي يعني تقلبات بالظبط كده بيؤذي صحه الانسان، ولذلك احنا لازم نكون محتاطين من هذه التغيير في المناخ بصفه عامه، ودي يمكن نعمه من ربنا عشان لما نيجي ندخل على الصيف بحرارته الشديده ما يبقاش مفاجئين والجسم ياخد جرعه سلبيه من هذه الحراره، لكن خلينا نقول ان هي دي الصفه الغالبه خلال فتره الربيع. عيد الربيع يوم الاثنين، كل سنه وانتم طيبين، ارجوكم الزموا منازلكم علشان بالفعل درجه حراره الطقس بيكون معتدل خلال ساعات النهار، درجه الحراره العظمى 30 درجه، ولكن بيبقى في شيء من الرياح، وده هيخلينا ان احنا نلتزم في البيوت، او يعني احنا حتى التزامنا في البيوت مش جلوس طول النهار، لكن يبقى على فترات واستمتاع بالحياه داخل المنزل. نقول ان المدن الساحليه هتبقى اقل في درجه حراره، لكن مع بدايه الاسبوع القادم واحتمالات يكون رمضان ان شاء الله، وانا بطبق في الكلام عن رمضان، اجواء جميله جدا، طقس معتدل حراره، بيبقى خلال ساعات النهار نسمه من طقس مائل للبروده وبارد خلال فترات الليل، وده بيخلينا نقول ان ان شاء الله رمضان سياتي هذا العام بأجواء معتدلة من حيث درجات الحرارة على الأقل في النصف الأول من شهر رمضان إن شاء الله. نتمنى. حالة البحار مضطربة اليوم نظرا لارتفاع الموج، والنصيحة بقى للسادة الزراع ووزارة الزراعة، احنا في مجموعات من الجراد في أثيوبيا ولكنها بتتجه إلى الصومال وجنوب المملكة العربية السعودية، نتمنى ان يبقى وزاره الزراعه واخده احتياطاتها طبعا في اقصى صعيد مصر وجنوب مصر من دخوله للسودان، اذا كان بيدخل الى وسط السودان فنبقى دائما وزاره الزراعه بتاخد احتياطاتها من حيث هذه المجموعات الكبيره من الجراد، اللهم اعفينا منها ان شاء الله يا رب. اللهم امين. بشكرك دكتور علي قطب خبير الارصاد الجويه على موافقتنا بكل هذه المعلومات، وقد ايه زي ما الدكتور يعني وصانا ان احنا ناخد احتياطاتنا، مش معنى ان احنا داخلين على اعياد ان احنا نخرج او لازم نلزم البيت، خليك في البيت، دي من الحاجات اللي لازم يعني نتخذها كلنا في احتياطاتنا وفي تدابيرنا، لانها يعني حفاظا على انفسنا من اي شيء ممكن يحدث. ما تخليش يعني احتفال بالاعياد ياخدنا شويه ونقول لا نخرج نشم هواء،
الحياة الدولة قايمة بواجبها على كافة المحاور، قافلة كل الحدائق، كل المنتزهات، عشان تقدر تقول لنا بقى يعني ده واجبكم بقى، دوركم ان احنا نحافظ على نفسنا. كمان زي ما الدكتور قال يمكن بشرة كده تفاؤلية لشهر رمضان ان شاء الله يهر علينا بكل خير، يعني آملين في ذلك، هو شهر روحاني، فبنتمنى ان شاء الله يكون كمان معايا نسمه هواء جميله زي ما الدكتور قال، ان شاء الله يعني متفائلين كده بدخول هذا الشهر الكريم. لدايما انا بشوف انه ما فيش ابدا حاجه وحشه بتيجي بعد رمضان، كل الخير هو اللي بيجي بعد هذا الشهر الكريم.